بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الجمعة الموافق 16/9/1449 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 3/7/2048 من ميلاد النبي عيسى عليه السلام. هذه الحلقة 90 من حلقات في سلسلة برنامج عام عن الأديان. موضوع الحلقة اليوم فلا اقتحم العقبة. طبعا العقبة هي الطريق الوعر في الجبل، وهي كلما يعترض ويمنع المرور في الجبل. العقبة هي عائق، ويعني يعطل سير القافلة في الجبل. هناك عقبات أشكال، العقبة الفكرية والعقبة الحسية، مثل الطائرات عندما تقل هناك شيء اسمه obstacle clearance، يعني ارتفاع يجب أن يتوفر للطائرة حتى لا تصطدم بالجبال، اسمها minimum obstacle clearance. طبعا القرآن الكريم يذكر عن الإنسان ما اقتحم العقبة. الاقتحام هو المشي أو السير بعنوة وبقوة، عندما نقول اقتحام المعتقلات يعني اقتحام بقوة وبعنوة. القرآن هنا يركز على فك الرقبة، تحرير الرقبة. عندما تكون الرقبة في مرهونة بالقتل، فإن القرآن يمدح من يفك الرقبة، من يطلقها حرة بالفدية. الآية تقول لعنى لنقرأ من سورة البلد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة. طبعا طعام الطعام مهم جدا، كم من الفقراء في أيامنا هذه، كم من الناس المعتقلين السجون بدون ذنب، يفك الرقبة يفكها. هناك دول ترمي يعني الغذاء في البحر، وهناك دول تموت من الجوع، هناك دول تتراشق في لها عيد، دولة من الدول يعني تتراشق لها في الطماط في وقت معين من السنة، فتبدد مئات الأطنان من الطماط. هناك دول تموت من الجوع. إذن يجب اقتحام العقبة، الأخذ على يد هذه الدول اللي تبذر لإعطائها الدول الفقيرة. إذن يجب فك الرقبة من الجوع، ليس فك الرقبة التي تحتاج على القصاص. الناس عندهم مفهوم خاطئ، يقولون فلان محكوم عليه بالإعدام. ليس هناك شيء اسمه إعدام، المفروض يقول محكوم عليه بالقصاص، شنقا مثلا أو قتلا بالسيف أو غير ذلك. فالإنسان ما يعدم، روحه يعني نفسه تذهب إلى الله وجسمه يرجع إلى التراب فيتحلل 16 عنصر. إذا يجب اقتحام عقبات، ليس عقبة واحدة، وإطعام النفوس الجائعة. يجب أخذ من الدول الغنية هذه بالقوة
إذا لم تستطع يعني أعطاها الدول الفقيرة، لأن هذا تبرع اقتحام عقبة، ما أعطوهم كلاب بالقوة. لكن الحقيقة أن هناك عقبة أكبر من هذا كذلك، كم من الناس معتقلين في سجون الشهوات والبدع والضلالات والهموم والغموم الأمراض النفسية والاكتئابات، مسجونين مئات الملايين بل مليارات، مسجونين في سجن إبليس. يجب اقتحام سجون إبليس هذه بالقوة وإخراج هؤلاء الناس الذين لا ذنب لهم إلا أن إبليس غرر بهم عن طريق أعوانه من الأبالسة، الأبالسة الشياطين بنوعيهم الجن والإنس، غرروا بهم وقادوهم إلى سجون ومعتقلات إبليس، فأضلوا السبيل وهم يتخبطون في البدع والضلالات والإرهاب. فيجب علينا كمسلمين أن نقتحم هذه السجون، سجون إبليس التي ضيعت 7 مليار تقريبا ناس عمهم ضالين عن طريق إبليس إلا ما ندر. إذن يجب اقتحام هذه السجون وإخراج أهلها منها وإطعامهم، طعامهم ليس بس فقط الطعام، طعام الجسد. كيف إطعامهم عندما نخرجهم من سجون إبليس؟ بأن نقدم لهم الإسلام، هذا طعام الروح، آسف طعام النفس. إذن يجب إخراجهم من اعتقاد إبليس وإطعامهم طعام النفوس، نفوسهم بالقرآن وبالإسلام حتى تحيا القرآن وحياة. فمن أحييناه يعني جعلنا له نور يمشي به، إذن القرآن نور وحياة للنفوس. إذن فلا اقتحام العقبة. إذن إذا نحن بقينا هكذا فنعتبر تحت الدم، لأننا ما اقتحمنا العقبة. طبعا ذكرت تحرير الرقبة في الآية 92 سورة النساء، في الآية 89 سورة المائدة، تحرير الرقبة، تحرير الرقبة. إذن القرآن لها معاني كثيرة، ويتكلم على مناسبة الرقبة الحسية للإنسان المقتول، إلا أن الإنسان الذي مقتول بسبب أنه حكم عليه بيش بالقصاص بسبب أنه قتل نفس، أو إنسان مستعبد من طريق الحروب فهو عبد، إذا حرف يعتبر حجر رقبة. إذن القرآن الكريم كلما تدبره تفهم آياته كل عصر بمفهوم جديد يناسب السقف المعرفي لهذا الزمن أو ذاك. ما أريد أن أطيل هذه العجالة، لكن أقول هل اقتحمنا العقبات؟ اقتحمنا العقبات التي في بيوتنا من تلفزيونات وآيبادات وجوالات ونوم في النهار وسهر بالليل خاصة في رمضان، وبدع ومسلسلات وأشياء الكل يعرفها. هل اقتحمنا وأخرجنا أهلنا من سجون إبليس، سجون الأهواء والظنون والبدع إلى آخره؟ أرجو من الله أن يوفقنا لهذا، ولكن الله قال أن يوفقنا بعد أن نعمل، ما دعا اللهم اللهم، لازم نعمل ثم ندعو. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ثم دعا، لكن نحن كما يقال يعني نضرب الخرش من فوق. العمل قبل العمل علم، طبعا نعلم تعلم ثم نعمل
يكون العمل اعتماد، لأن الله وضع الأسباب، والذي يدعو بدون ما يعمل فهو لا يتعدى أن يكون يقول كلمات. الله على كل شيء قدير. نعم الله يسب الأسباب، لكن أمرنا بالأخذ بالأسباب. هذا ما أحببت أن أقول في هذه الإجالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.